أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات. الدرس الثامن: جمع عدد مكون رمزه من رقمين مع عدد مكون رمزه من رقم واحد. مراجعة مفاهيم سابقة. أوجد ناتج جمع ما يلي: 7 + 2 = 9، 2 + 6 = 8، 4 + 3 = 7. منافسات الكرة الطائرة في هذا اليوم، المنتخب السعودي الأخضر السعودي اليوم في مواجهة أمام المنتخب الكويتي، لقاء منتظر زي ما بقول. تعلم: في مباراة دورة الألعاب الآسيوية لكرة الطائرة حصل فريق المنتخب الكويتي على 12 نقطة، وحصل فريق المنتخب السعودي على 7 نقاط. كم عدد النقاط التي سجلها الفريقان؟ سأستخدم المكعبات التركيبية ولوحة القيمة المكانية لإيجاد ناتج جمع 12 + 7. نبدأ أولاً بجمع الآحاد: 2 آحاد + 7 آحاد. نضم الوحدات معاً فتصبح 9 وحدات، إذن 2 آحاد + 7 آحاد = 9 آحاد. والآن ننتقل إلى منزلة العشرات: 1 عشرات + 0 عشرات = 1 عشرات. إذن عدد النقاط التي سجلها الفريقان 19 نقطة. تمرن: اجمع 71 + 8. نبدأ من منزلة الآحاد: 1 آحاد + 8 آحاد = 9 آحاد. ننتقل إلى منزلة العشرات: 7 عشرات + 0 عشرات = 7 عشرات. إذن 71 + 8 = 79. دورك الآن لتتمرن: اجمع 56 + 2. اجمع: بإمكانك استخدام قطع الوحدات وأعمدة العشرات ولوحة القيمة المكانية. نبدأ أولاً بتكوين العدد 33 ب3 وحدات و3 أعمدة من العشرات، ثم نضم إليهم 4 وحدات، إذن 3 آحاد + 4 آحاد = 7 آحاد. ننتقل الآن لمنزلة العشرات: 3 عشرات + 0 عشرات = 3 عشرات. إذن 33 + 4 = 37. اجمع: بإمكانك استخدام قطع الوحدات وأعمدة العشرات ولوحة القيمة المكانية. ماذا تعلمنا من درسنا اليوم؟ تعرفنا على خطوات عملية الجمع لعدد مكون رمزه من رقمين مع عدد مكون رمزه من رقم واحد باستخدام قطع الوحدات وأعمدة العشرات ولوحة القيمة المكانية. والآن
استعد لنشاطك المنزلي. إلى هنا أعزائي الطلبة وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، ودمتم سالمين.